جميلة يا بلدي بالنعم الكتيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليكي، وكمان جميلة بشعبك اللي مليان نماذج مشرفة ومشرقة تستحق إن احنا نلقي عليها الضوء، لأنهم بيبذلوا أغلى ما عندهم كل جهدهم وكل طاقتهم عشان يثبتوا للعالم إنك جميلة يا بلدي. بفكر كل مشاهدينا بصفحتنا على الفيسبوك اللي ظاهره مع حضراتكم على الشاشه. بعد الفاصل بنتوقف مع فقره السوشيال ميديا واللي من خلالها بنختار مجموعه من الاخبار اللي تم طرحها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء داخل مصر او خارج مصر، واللي بالتاكيد ممكن نستفيد بشكل كبير جدا من الاخبار اللي خارج مصر. أول خبر معانا النهاردة هو خبر خاص بافتتاح فندق جديد. الجديد في الخبر بقى إن الفندق دوت مش للبشر ولكن للقطط. الفندق ده الحقيقة موجود في سنغافورة وتم افتتاحه مؤخرا للقطط اللي أصحابها عايزين مثلا يطمنوا عليها، يسيبوها في وقت من الأوقات، يخلوها تغير جو. يعني الحقيقة طبعا التعليقات اللي جت من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي زي ما أكيد كلكم متوقعين على هذا الموضوع كانت كتير بتميل للسخرية، إلى جانب البعض معجب طبعا بهذا الفندق. يعني أيا كان، سواء إحنا شايفين أنها شيء ترفيه زيادة عن اللزوم أو في رفاهية عالية جدا، أو الناس شافت مثلا أنه ياريت الفندق ده كان يضاف للفنادق الخاصة بالبشر عشان يستمتعوا أكتر، أيا كان هي تجربة ليها طبعا إيجابياتها وليها سلبياتها، لكن في النهاية هو نوع من أنواع الترفيه سواء للقطط أو لأصحاب القطط اللي كمان ممكن يرتاحوا شوية من الخدمة الخاصة بقطتهم، واللي ممكن كمان يراقبوها عن طريق الكاميرات الخاصة بالتتبع اللي موجودة داخل الفندق. ونروح معاكم دلوقتي عشان نشوف متحف أتلانتيكو. المتحف ده موجود في أسبانيا أو قرابة السواحل الخاصة بأسبانيا تحديدا، والحقيقة أنه هذا المتحف بيقدمه لنا فنان بريطاني وموجود تحت الماء. يعني هو متحف بيضم مجموعة من المنحوتات ولكن تحت الماء، 39 قدم تحت سطح الماء، وطبعا يعني ده شيء يعتبر جديد خاص في المتاحف. والفنان البريطاني اللي بيقدم لنا هذا المتحف الحقيقة سعيد جدا بالعمل اللي هو بيأديه، وشايف انه هيبقى مثار لإعجاب طبعا كل الناس من مختلف أنحاء العالم، وانه هيكون مزار للسائحين من مختلف أنحاء العالم. طبعا دي يمكن كانت جزء من التعليقات اللي فعلا جات له على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المتحف، واللي كلهم بيأيدوه بيشجعوه وبيتمنوا ان هم يزوروا هذا المتحف. ونروح نشوف معاكم شاب عمره 37 سنة قضى 8 شهور في انه يحول كهف. الكهف ده عمره أكتر من 800 عام، قضى 8 أشهر دول في انه هو يحول هذا الكهف إلى منزل أحلامه. ليه بنقول منزل أحلامه؟ لأنه الحقيقة المنزل ده بيضم كل سبل الرفاهية وكل الاحتياجات الخاصة بالمنزل العصري اللي محدش يقدر يستغنى عنها، زي مثلا المية والكهرباء وكمان أنظمة التدفئة، حتى الإنترنت قدر إن هو يدخله داخل هذا الكهف. طبعا الصور يمكن وضحت لنا بشكل كبير جدا قد إيه هو كان حريص على جمال هذا المكان. الكهف اللي إحنا ممكن نفتكر أو دايما بنقول عنه إنه حاجة مهجورة وحاجة قديمة وحاجة مقبضة بعض الشيء، لا، قدر إن هو يخليه منزل عصري مليان بكل المتطلبات العصرية، وكمان الضوء والشمس بيدخلوه عشان يقدر إن هو يكون شيء صحي أو منزل صحي. دي تجربة جميلة، احنا يمكن ما عندناش كهوف، لكن اعتقد هي تجربة برضو تستحق كل التحية وكل التقدير. وصلنا مع كل مشاهدينا لفقرة الفيديو القصير، والنهاردة هنشوف ونتابع معاكم فيلم صيني قصير. الفيلم ده بعنوان وجبة الأم، وعلى فكرة هذا الفيلم حاصل على العديد من الجوائز العالمية. نشوف معاكم. <音>我去看看啊。啊，您好，您是？您是张雨妍的女儿吗？对。女儿。啊，你怎么来了？我来看看你。<音><音>
虽然被婉言拒绝，但张雨莲还是决定去城里照顾女儿。女儿小时候一生病，她就会煲鸡汤给女儿喝。这次她只想亲手给女儿做顿饭。妈，哎呦，要不我来吧？不是，我来。你拿筷子是吧？我给你拿，来，慢点啊。嗯、妈妈，甄小杰还没死呢。你来了。有妈，让我来。有。妈，赶紧一块吃啊。你吃。走了，女儿一再挽留，但她还是执意离开。女儿觉得有些不对劲，半个月后养好身体回家探亲，才发现了母亲的秘密。女儿，张雨莲63岁，一只眼睛患白内障，接近失明，另一只也严重老化，担心花钱，一直瞒着孩子。为了女儿，她第一次一个人走出大山。ضيف حلقتنا النهاردة من جميلة بلدي هو فنان شاب، أدواته بسيطة جدا، شوية خيوط وشوية مسامير، وفي النهاية بيبقى المنتج يعني لوحة فنية رائعة أو عمل فني متميز للغاية، زي ما هتشوفوا معانا بعد الفاصل مع ضيفنا حسن موسى. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا، وبرحب بضيفي في هذه الحلقة الفنان الشاب حسن موسى. أهلا بيك معانا. أهلا بيك. طبعا بحييك، انت يعني حطيت لنا حاجات جميله في الاستوديو، لكن لازم نبتدي الاول نتعرف عليك قبل ما نتعرف على الفن اللي انت مبدع فيه. عرفنا على نفسك بقى. اسمي حسن موسى، انا طالب في فنون وعماره جامعه اسكندريه. جميل. دي مهواتي من وانا صغير. يعني الموضوع ده بدا معاك من وانت صغير؟ لا، مش الخيط، الرسم الطبيعي. الرسم العادي، العادي يعني. الرصاص والكلام ده. تمام. كل ده كان من وانا صغير، يعني من وانا من صغري جدا يعني. بس بدأ الموضوع يتطور بقى، وصلت لدرجة ان انا موضوع الخيط ده جديد، وبقيت بوصل لان انا بشوف طرق جديدة للرسم، مش برسم بالمعتاد. يعني دلوقتي انت طموحاتك اعلى من انت يعني. طب بس خلينا في الجزئية اللي هي الخيط والمسامير دي، يعني جبتها منين؟ استلمتها منين ولا شفتها ولا ايه؟ هو كان اول حاجة شفتها خالص كانت حاجة برة، بس كانت قلب، بس يعني حاجة قلب كده معمول بالخيط ومش بالطريقة دي برضه. فالفكره جت ان انا ممكن بيها اعمل شخصيات. انت شفتها هنا في مصر؟ لا، بره مصر. بره مصر. في حد في مصر يعني. أوكي. بس مره مصر شفت، يعني كانت بطريقه تانية، بس الفكره اللي هو جد معايا يعني مختلفه شويه، بس برضو الموضوع الخيط يعني استلهمت بس الفكره منها يعني، وطورتها وغيرت فيها يعني. تمام. كان في الاول ببدا ان انا بعمل بس الخلفيه تكون بيضة، والخيط اسمر. واحده واحده بقيت بغير بس الخلفيه، بقيت الوان، وبقيت بعمل الخيوط نفسها الوان. تمام. بقيت بطور في الموضوع. طيب هنا ادواتك خيط ومسامير، بس نوع معين من الخيوط ونوع معين من المسامير ولا ايه؟ هو اللي بلاقيه بيظبط مع شغل انا، يعني مع الرسم اللي لاقيه كويس بقى بشتغل بيه. يعني انت دلوقتي خيوط مثلا، بس الاغلبها خيوط اللي هي تريكو. تريكو. تريكو دي تكون كويسه يعني. لازم تبقى جامده يعني، او يعني لينه وجامده في نفس الوقت. اللي هو تظبط مع الشغل نفسه. والمسامير ديت كلها بتبقى يعني مسامير خشب عادي، مسامير اللي يعني بيتعمل بيها الخشب بتاعت النجار عادي. بتاعت النجار عادي جدا. وسمكها حاجه معينه هي سمكها بتكون يعني رفيعه، بس لها راس عشان الخيط ما يطلعش منها. تمام. ف
فده اللي بنقيه، يعني لازم انقيه كويس يعني. وليها اطوال مختلفه ولا انت بتستخدم يعني حجم معين؟ كحجم اللوحه بغيره، بس كحجم المسمار بستخدم واحد بس عشان ده اللي بيظبط معايا، تمام. فمش بكبر. يعني ما ينفعش حتى عشان نستخدم الراس ما ينفعش تكون كبيره. الراس لما تكون كبيره هتبوظ الملامح شويه، تمام. لازم يكون يعني حاجه معينه عشان ما مت... جميل جدا. طيب اللي احنا شايفينه، يعني انا شايفه مثلا غزاله جميله جدا، شايفه احمد حلمي، محمد صلاح، عمر الشريف، مش كده، وفي وبوب معانا مارلي. وبوب مارلي. طيب كلهم يعني انت رسمتهم الاول وبعدين تبتدي تشتغل بالمسامير ولا بتشتغل يعني بشكل؟ انا بعمل اوت لاين وبعد كده اشتغل مسامير وبعد كده الخيوط. اوكي، يعني عدة مراحل، يعني عدة نرسم مراحل. الاول وبعدين تدقدق المسامير وبعدين تستخدم الخيوط. طيب برضو اللي بيشوفنا دلوقتي، يعني انا شايفة دلوقتي المسامير من اللي باين لي انا ان هي راسها لونها ابيض، انت دهنها ولا هي كده لا بدهنها، بتدهنها؟ ما دي مرحلة برضو، مرحلة ان انا برسم الاول بعد كده المسامير بعد كده في طبعا بيبقى الاوت لاين الرصاص باين، بس لازم ده داري ولازم المسمار ما يكونش بلونه، لازم فبحتاج ان انا ارش بقى الكلام ده طب احنا اديه اللون الابيض. هنا مثلا مستخدمين قد ايه؟ يعني هل بتفرق طبعا اكيد من لوحه للوحه، مش كده مثلا؟ يعني لو استعرضنا كده معاك اللوحات اللي موجوده معانا، مثلا لو بدانا باحمد حلمي، يعني اشرح لنا اللوحه واستخدمت فيها مسامير قد ايه والخيط قد ايه وكده. لا هو العدد المسامير المعين يعني لا، عشان هو بيبقى مش كتير قوي، بتعده. كتير جدا، بس انا ممكن اقول لك مثلا عدد ساعات. هو انا كان في الاول في البدايه يعني كان ممكن مثلا بعمل واحده في يوم او اتنين، لا دلوقتي وصلت برضو مع التطور يعني وصلت ان انا ممكن اعمل اتنين في يوم، ياه ما شاء الله. بس كهي بتاخد كان في يعني بتاخد وقت قد ايه؟ مثلا بتاخد 10 ساعات ككلها على بعضها بقى بكل مراحلها. طب انت شايف مثلا يعني فكرة المسامير والخيوط دي اضافت ايه للفن الرسم التقليدي اللي احنا متعودين عليه؟ اضافت لك ايه كفنان في اللوحة؟ هي حاجة مختلفة جدا يعني، حاجة حد يعني مختلفة يعني، مش بالطبيعي اللي هو الرصاص والفحم والزيت، دي حاجات طبيعية يعني خلاص، تمام. دي حاجة جديدة يعني. أنا أصلا دلوقتي إن أنا بفكر خلاص يعني يعتبر برضو بطور في الخيط، بس أنا دلوقتي بشوف إن أنا هرسم بالنور، حاجة كده بالنور، بالنور. بس بستخدم فيه النور، فدي اللي هو انا بحاول ان انا اشوف طرق مختلفه بس. تمام. طيب احنا هنخرج فاصل، يعني سالنا الناس عن رايهم في الفن الخاص بيك، تمام. نشوف اراء الجماهير ونرجع نكمل الحوار. والله انا شايف الرسومات فيها واقعيه جدا، احنا افتقدنا نوع جديد من نوع الفن ده، انا شايف اللي هيبقى له مستقبل كويس. هو فنان كويس وموهوب، والمفروض يحاول يكمل تعليمه اذا كان في امكانيه ان هو يكمل تعليمه ويطور نفسه، لان العلم بجانب الموهبه شيء مهم جدا. الرسومات جميله جدا وفيها لمحه فنيه جميله، وهو رسام يعني فنه رائع، ونتمنى له يعني مستقبل باهر ان شاء الله. رسومات جيده ورائعه، وبارجو له التوفيق ان هو يستمر فيما هو يقوم به. رسومات بصراحه جميله وعنده ذوق تنسيق في الالوان، وفي صوره يعني خل ابيض وفي اسود عاملها بشكل جميل، وبيختار الوان بحرفيه وبذوق. رسوماته جميله، هو راسم بالرصاص وشايف الرسومات حلوه معقوله. رسومات حلوه وجميله، وطول عمره معروف عن مصر ان هي ام الفن والثقافه. نرجع مرة تانية، طبعا الناس كلها يعني حابة فكرة استخدام المسامير والخيوط، لكن خليني أسألك عن الانطباعات بقى المباشرة اللي جات لك، يعني الناس اللي بتشوف اللوحات الخاصة بيك، هل استخدمت مثلا الفيسبوك أو النت عموما في أنك أنت توصل للناس؟ يعني هل دي طريقة شفتها أن هي سبيل دلوقتي لأنك أنت تقدر توصل لعدد كبير ممكن من الناس؟ هو أنا استخدمتها ونزلت صور، بس ما نزلتش بعدها يعني، بس عشان ما هي يعني هي وقفت قدامي في يعني اخرتني عن حاجات شويه، فانا قلت يعني استنى شويه في موضوع الصور ده. بس لما نزلتها لقيت يعني لقيت حاجه غريبه، ان الناس اصلا مش عارفه ايه ده بالظبط، مستغربه يعني ايه ده اصلا، ايه خيط وايه مسامير، ايه مفيش حد في دماغه اصلا الموضوع ده. طب بس يعني اكيد كانوا مبسوطين. هو يعني الفكره اصلا يعني مثلا لما حد بيشوف اللوحه من بعيد فهو مش عارف، بس لازم يعني يقرب مش بيبقى مصدق ايه ده، ايه صحيح. خيط بيعمل فعلا شكل. من بعيد تبدو وكأنها الوان يعني، يعني من بعيد عادي كأنها مرسومه زيت مثلا، بس لما بتقربي ليها بتلاقي خيوط ومسامير، تبقي مش عارفه ايه ده يعني، تبقى الموضوع غريب. بس
حد طلبك بحاجات معينة يعني قالوا لك مثلا اعمل كذا او نفسنا نشوف كذا؟ في ناس قالت لي يعني مثلا بوب ماري ده كان واحد قال لي انا ما ترسمه، يعني هي بتبقى افكار كده مثلا. يعني انت ممكن تستلم كمان فكره من حد اللي هو مثلا شخصيه ارسمها او منظر ارسمها، حاجات كده يعني. ممكن واحد يكون قالها لي مثلا في مره، فانا بتعجبني الفكره ممكن ارسمها. طب دلوقتي الخيط دوت يعني بتحافظ عليه ازاي من عوامل التعريه؟ يعني بعد شويه ممكن يتوسخ، ممكن يتطرب، تعمل ايه؟ هو يعني اللي انا بعمله هو بتنضف عادي بسيطه بفرشه يعني. واوقات ان انا بطور حاجه ان انا بعمل لها فريم من بره، وبعمل اصلا ازاز من بره اللي هي محفوظه، تحوطها يعني بالازاز كمان. اللي هو يعني تبقى محفوظه اكتر كمان. جميل. الفن بتاعك دوت احنا نقدر نقول دلوقتي ان انت يعني في الحته دي تحديدا بقالك قد ايه؟ مثلا سنه ونص. سنه ونص. انتجت قد ايه؟ نقدر نعتبر انتاجك قد يعني إيه؟ مثلا 35 لوحه. جميل. وهل مثلا عرضت في اماكن معينه؟ هل رحت تجمعات معينه؟ كان في كذا معرض دخلته، وفي معرض قريب دخله ان شاء الله. تمام. في برضو ناس كتير يعني شافوا اعمالك فنانين؟ لا، كمعرض هو المعارض اللي دخلتها يعني مش كلها شبابيه. لكن مفيش حد متخصص مثلا؟ لا شاف. طب احنا النهارده اهو بنقدم يعني فنك الجميل ده، وان شاء الله يعني ناس كتير هتشجعك كفنانين كمان يعني اكيد. يعني الفكره دي انت استوحيتها من حاجه بسيطه انت شفتها، فده هيخليني ارجع اسالك في جزئيه ازاي الواحد يكتشف نفسه. يعني انت اكتشفت حاجه جواك ممكن ما كنتش واخد بالك منها، او ما حدش وجهك ليها او اكتشفها فيك، ازاي الواحد يكتشف نفسه؟ لا، هو انا اصلا في الطبيعي ان انا اي حاجه بركز فيها، يعني اي حاجه بركز في تفاصيلها. فتركيز التفاصيل ده بيخليكي اصلا يعني تفكيري يشتغل زياده، فبيخليك ان انت يعني بيستلهمك حاجات كتير، يعني ممكن فكره تيجي حاجات كده يعني. طب انت مش حاجة معينة يعني فكره دراستك متهيألي بعيده عن ال بعيده خالص خالص عن المجال ده، حاولت تثقل ده بالدراسه ولا لا؟ يعني ازاي يعني هل في مدارس معينه خاصه بهذا الفن عالميا مثلا لقيتها بعد ما دخلت بقى وابتديت تمارس؟ هو في بره، مفيش حاجه في مصر كده يعني. مفيش حاجه ما انا بقولك عالميا مصر. يعني هل لقيتها في العالم؟ لا برضو لا. يعني انت اول واحد في العالم اكيد؟ معقوله مفيش مدرسه متخصصه في حاجه زي دي؟ اوكي. طيب ايه رايك لو نخرج نشوف اعمال خاصه بيك ونرجع نكمل حوارنا؟ نرجع مره تانية مع ضيفي حسن موسى. وقولي يعني الفن ده مكلف بالنسبه لك ماديا؟ حاجات بسيطة، حاجات يعني بسيطة. لا هو يعني خشب، هو ممكن ما يعني بلاش نقول تحديدا لحسن، لكن لو اي حد حب ان هو يدخل المجال ده هيبقى حاجة مكلفة ماديا ولا حاجات بسيطة؟ مش حاجات بسيطة اصلا. هو بكرة المسامير تغلى بقى. هو بيبقى خشب، انا برسم على الخشب. فهو خشبة وبرسم المسامير، مسامير يعني مش كده خالص، والعدد مش اوفر يعني ان هو يبقى مبلغ كبير يعني. والخيوط، الخيوط مش غاليه يعني، هي ممكن الواحده تاخد مثلا بكرتين مثلا. تمام. والبهيه مش حاجه يعني، مش الموضوع حاجة. مش مكلف يعني قوي. بشويه حاجات بسيطه جدا. طب انا عايزه اسالك حقيقه يا حسن، لانه انا ملاحظه انه في الفتره الاخيره دي فعلا العالم كله بيتجه لفكره الاشياء الغير تقليديه في تقديم الوان فنيه مختلفه. يعني اكيد انه الاصل او الاساس في الفن التقليدي العادي ده عمره ما هينتهي طبعا، لكن انت شايف ازاي انه فعلا الابداعات دي بتظهر؟ يعني احنا شايفين زي ما بقولك على مستوى العالم كله بنشوف ناس بتفكر في خامات احنا كنا فاكرين ان هي حاجات خلاص بنرميها او مش مستهلكه بالنسبه لنا بنتخلص منها. هو يعني الموضوع يعني ممكن يبقى في إعادة تدوير مثلا من وجهة نظرك، انت شايف ان ده فكر جديد موجود دلوقتي؟ هو فعلا الموضوع اغلب الوقت بقى الناس كده بتفكر ازاي اعمل حاجة مختلفة. اصل معلش برضو الحاجة المختلفة هي اللي هتظهرك. تمام. دي الحاجة اللي هتظهرك وسط الفنانين معلش الفظاعه دول. يعني انت شايف ان بدل ما اقعد اتنافس مع ناس في حاجة معينة، لا انا يعني اخد جم يعني أبتكر حاجة جديدة. أبتكر حاجة جديدة يبقى انا فيها لوحدي. يعني يبقى الناس هم اللي يسعوا ورا الموضوع ان هم في ساعتها ينافسونا انا. يعني النجاح هنا في انك تبقى متفرد، مش انك انت تبقى امتداد مش او على حاجه اصلا معتاده.
يعني كده انا بتنافس على حاجه الناس اصلا عارفاها اصلا. لا انا ممكن اخد مجال لوحدي الناس هيعجبوا بيه بس ابقى فيه منفرد لوحدي. طب في حد بقى قال لك مثلا عايز تتعلم يعني شفت ناس عايزه نفسها تتعلم الفن؟ اه في بس اللي هو بقى بالنسبه لنا كوقت والكلام ده الموضوع مش ان انا اعمل مثلا كورسات للموضوع او مدرسه للموضوع مش في بالك اصلا يعني. لا هو مش في بالي. طب انت يعني هتكمل في المجال ده ولا في مجال عملك او شغلك يعني دراستك هتكمل في اي مجال؟ هو انا لحد دلوقتي انا ماشي الاثنين مع بعض. يعني اللي ماشي في ده كويس وماشي في ده كويس فربنا يسهل وتكمل على كده يعني يبقى اللي امشي في الاثنين مع بعض. بس دي موهبه هي موهبه مش بتاثر عليا قوي يعني في الدراسه. ممكن تبقى يعني جنب الوظيفه تقصد يعني. هي هوايه يعني. طب ايه اللي انت قلت لي بفكر باستخدام الانوار يعني ايه الخامات التانية اللي انت نفسك فعلا تستخدمها وتدخلها؟ هو لحد دلوقتي انا بحاول اطور في دي يعني بشتغل في موضوع ان انا هرسم حاجه بالنور باستخدام النور يعني. وبرده بفكر في حاجات تانية يعني بفكر ان انا اشوف طرق جديده اصلا الموضوع يعني للرسم عامه. اوكي معظم رسوماتك بورتريهات ولا في حاجات تانية بتهواها؟ لا في ازاي يعني انت كله بورتريهات وشوش لناس مشاهير يعني في ايوه بس ما هي الغزاله دي. الغزاله في حاجات تانية في حاجات تانية بس طبعا البورتريهات هي يعني اللي بتبين بتبين اصلا الشغل نفسه.